الله الرحمن الرحيم. ما زالت مصر الحاضنة لفلسطين وشعبها، هذا ما يقوله التاريخ وتصدح به الجغرافيا، خريطة عتيقة تبدو فيها أم تمسك بيد ابنتها وتكون بوابتها للعالم، تاريخ اختلط فيه الخبز الفلسطيني بالدم المصري، فحمل كلاهما هم الآخر وحارب به. فأسي فأسك ودمي دمك وهمومك ألمي، تتألم غزة فتهب النجدة من القاهرة، تتقاطر سيارات الإسعاف والإغاثة على بوابة معبر رفح، ويهرع المصريون نحو القطاع، وعندما تنتهي الحرب وتتوقف طلقات المدافع وأزيز الطائرات الحربية، تبدأ معركة جديدة من نوع آخر، هي معركة التنمية وإعادة الإعمار. وهنا تجسد الموقف بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعمار قطاع غزة $500 مليون، فلا تنام الشقيقة الكبرى وهناك شقيق يتألم. وكان المشهد الثاني من فصول الدعم المصري للقضية الفلسطينية بدخول المعدات التي تولت رفع الأنقاض وآثار القصف، ليبدأ فصل جديد عنوانه من قلب غزة هنا القاهرة. نعم، كنا نقول غزة في قلب ووجدان القاهرة، واليوم نقول إن القاهرة في قلب غزة، فمن فلسطين ومن القدس ومن قلب غزة، شكراً مصر العروبة. هذه هي مصر، وهذا هو الموقف المصري الثابت تجاه الشعب الفلسطيني. مصر وفلسطين علاقة تاريخية قوية منذ أقدم العصور وإلى يومنا هذا، لا يمكن أن تهزها أو تخلخلها هفوة هنا أو هناك. هي مصر التي سعت سابقاً وحاضراً وستواصل مستقبلاً دعم القضية الفلسطينية ومساندتها على كل الأصعدة، والعمل على تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالمصالحة والوحدة الوطنية وكسر الحصار ووقف العدوان وإعادة الإعمار. كيف لا، وهي مصر التي تتحرك دوماً بدوافع العلاقات التاريخية الفلسطينية المصرية حماية للإنسان الفلسطيني والمقدسات، وحماية للأمن القومي العربي، وحفاظاً على الهوية الفلسطينية. نعم، فلسطين تعد البوابة الشرقية لمصر، ومصر تعد بوابة فلسطين لقارة إفريقيا، ومصر كانت الأشجع والأكرم لتفرج كربة شعب فلسطين. لذا فإن المحافظة على علاقة فلسطين بمصر وتمتينها ليس خياراً اعتيادياً، بل هو خيار أصيل لكونها الحامية والدرع المتين للعروبة. حضورنا الكريم كل باسمه ولقبه وما يحب أن يلقب به، نرحب بكم ونحييكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حفلنا هذا، حفل بدء مراسم المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار قطاع غزة. فليتفضل الجميع بالوقوف من أجل السلام الوطني المصري. Thank you.
الوقوف لتلبية السلام الوطني الفلسطيني. لكم. هي مصر استقامة الأرض وقمح الخزين، رشفة الماء الأخيرة في زمزمية العطاشة، رايتنا العالية، جزيرة الأمل المتبقية. مصر بالنسبة لفلسطين هي الدنيا كلها، هي قراءات القرآن والتراتيل والأغاني والأفلام والتاريخ والتجارة والدراسة والسينما والنسب وكل شيء. الناس هنا مصريو الهوى والأغنيات، فالعلاقة بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية ضربت بجذورها في كافة نواحي الحياة المختلفة بين البلدين، وستبقى مصر دوماً الحاضن الرئيس للقضية الفلسطينية، وستظل القاعدة أنه في الأيام الثقال تظهر المعادن، وفي المحن والشدائد يبرز الرجال. لطالما كان معدن المصريين أصيلا لا تشوبه شائبة، معجونا بالعزة والعروبة، ومرويا بدماء الشهداء، ودوما ما أثبت المصريون أن مواقفهم نبيلة تجاه القضية الفلسطينية وثابتة كالجبال الرواسي. وما يحدث الآن ما هو سوى تجسيد لقناعة لا تتغير في صانع القرار المصري، فلم تتأخر مصر يوما عن القضية الفلسطينية، وما ادخرت جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. فكل التحية من الشعب الفلسطيني لمصر شعبا وحكومة. أما الآن نترككم مع كلمة لجنة الإعمار المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر لسادتكم حضور مراسم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إعمار غزة طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأتشرف كأحد أعضاء اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة بالترحيب بسيادتكم. أود أن أؤكد على أن توجهات وتوجيهات القيادة السياسية لإعادة إعمار غزة هي الاستعانة بالأيدي العاملة من الفلسطينيين والمقاولين والشركات الفلسطينية القادرة على تنفيذ الأعمال. وجدير بالذكر أن أسس الإعمار التي تم الاتفاق عليها من الجانبين وضعت ليلمسها جميع فئات الشعب الفلسطيني المتضرر، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني كمساهمة مصرية، واستكمالاً للدور المحوري المصري تجاه قطاع غزة. وأنا بترك الكلمة للمهندس عمرو عارف للتعريف بمشروعات المرحلة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أرحب بالسادة الحضور. مشروع الإعمار في عدة مراحل.
المرحلة الأولى كانت إزالة الركام طبعاً بعد توجيهات سيادة رئيس الجمهورية بالبدء في إزالة الركام ودخول الآليات المصرية. ابتدينا بالفعل أنجزنا المشروع وأنهيناه. المشروع كان في 65 يوم ورفعنا حوالي 85 ألف متر مكعب من الركام. المرحلة الثانية اللي احنا في صددها النهاردة هي ست مشاريع. المشروع الأول هو تطوير الواجهة البحرية للكورنيش. المشروع ابتدينا فيه، نزلنا الآليات، عملنا أعمال الحفر والردم، وأسندنا للمقاول الفلسطيني أعمال الطرق وأعمال البنية التحتية. المشروع الثاني هو إنشاء التجمعات السكنية. بداية هما ثلاث مدن، المدينة الأولى هي دار مصر واحد، مدينة الزهراء. المدينة الثانية هي دار مصر اثنين جبالية. المدينة الثالثة دار مصر ثلاثة بيت لهية. والمشروع الآخر هو تطوير التقاطعات الهامة بمدينة بميدان الشجاعية والسرايا عن طريق إنشاء كوبريين لفك الاختناقات الموجودة في المنطقة دي. وبخصوص المشاريع الستة احنا عيننا ثلاث استشاريين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين التصميمات بتاخد وقت، فكان في من حطينا ثلاث استشاريين موجودين للبداية ولسرعة إنجاز اللوحات للبدء الفوري في الموقع. وأسيب الكلمة للدكتور أشرف استشاري المشروع. السلام عليكم. طبعا أنا يسعدني جدا أن أنا أكون أحد المشاركين في إعمار غزة وأحد الاستشاريين الثلاثة اللي هم كلفوا بأعمال التصميم. وهندي نبذة بسيطة المشاريع موقفها إيه ووصلنا بيها لحد فين. زي ما أشار المهندس عمر، إحنا أول مشروع هو تطوير الكورنيش الساحلي. المشروع إحنا استلمنا الموقع وعملنا أعمال الرفع والمساحة وعملنا التصميمات بتاعة الطرق والبنية التحتية، وأوريدي طرحت المناقصة اللي احنا بصددها النهاردة ان شاء الله على مقاول من احد المقاولين الفلسطينيين ان هو يقوم بهذه الاعمال. وفي نفس الوقت كانت المعدات أوريدي نزلت وابتدت تشتغل في اعمال الحفر والرد وقطع الطريق بحيث تعمل تسوية لحد لما يبتدي المشروع. دي بعض الصور للشكل النهائي اللي هيبقى عليه إن شاء الله بإذن الله الكورنيش. دي صور للمعدات وهي شغالة في المنطقة بتعمل القطع والردم لحد ما يبتدي إعمال الطرق والبنية التحتية. الثلاث مدن هم دار مصر واحد واثنين وثلاثة. بالنسبة لدار مصر ثلاثة اللي هي بيت لهية واللي هي أوريدي متصلة عن طريق في منطقة الكورنيش، ودي أوريدي برضو ابتدت الرسومات بتاعتها خلصت واعتمدت من الجانب الفلسطيني رسومات المعمارية وأعمال المساحة والدراسات تمت. بنستكمل دلوقتي الرسومات، بس في نفس الوقت أوريدي المعدات نزلت تبتدي تعمل تسوية وتعمل تجهيز للأرض على ما تبتدي فعلا في إنشاء العمارات. دي صور من الموقع حاليا للأعمال اللي جارية في الموقع. بالنسبة لدار مصر واحد مدينة الزهراء تمت أعمال المساحة وأعمال الجسات، وجاري دلوقتي إعداد المخططات ومراجعتها مع الجانب الفلسطيني. نفس الموقف مع دار مصر اثنين في جبالية، الأعمال المساحية والجسات تمت في الموقع ودلوقتي جاري تجهيز المخططات بحيث للاعتماد والمراجعة.
بالنسبة للتقاطعين، التقاطع الأولاني بتاع ميدان الشجاعية ابتدت فيه الأعمال من أعمال مساحة وأعمال رفع ورفع للبنية التحتية لدراسة إمكانية تنفيذ الكوبري وتعديلات اللي هتحصل في المرافق نتيجة وجود الكوبري. أشكركم ودي نبذة بسيطة على المشروعات اللي ربنا يقدرنا إن شاء الله وتتم. شكرا جزيلا. أما الآن نترككم مع توقيع عقد إنشاء مشروع كورنيش شارع الرشيد، فليتفضلوا للمنصة.